من يؤمن بالحسين عليه السلام لا يخاف أمواج الفتن، لأن سفينة النجاة التي يقودها الحسين لن تغرق في الريب ولا في الأوهام. تعالوا ونحن في مهرجان الحسين، مهرجان الشهادة، مهرجان القيم، مهرجان المثل، مهرجان الأخلاق، مهرجان الإيمان، مهرجان الطاعة، مهرجان الحرية، مهرجان الحق. تعالوا نحدد أهدافنا، وإياكم أن تختاروا غير ما اختاره الحسين عليه السلام في الحياة، وهو رضا الله تعالى ورضوانه. لا تخافوا من الموت، كما قال ربنا لموسى: إني لا يخاف لدي المرسلون. في هذا الطريق لا تخافوا من الموت، بل كونوا كأصحاب الحسين عليه السلام الذين كانوا يخافون من خسارة الشهادة وليس من الموت، فكانوا يتسابقون على نيلها ولم يتسابقوا على الهروب من المواجهة مع الأعداء.